كان أبو جهل وأصحابه يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من أموال، ويستهزئون بالفقراء من المؤمنين، وكانوا يقولون: لو كان محمد نبيا كما يقول لاتبعه أشرافنا وساداتنا، والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة كابن مسعود وبلال وعمار. وفي المدينة كان المنافقون عبد الله بن أبي وحزبه يتنعمون في الدنيا بالأموال، ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين، ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم. فأنزل الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين وحسن للذين كفروا وجحدوا وحدانية الله الحياة الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات، فرضوا بالدنيا واطمأنوا لها، وصارت أهواؤهم وأعمالهم كلها لها، تهافتوا عليها تهافت الفراش على النار، ونسوا أن هناك آخرة وهناك حساب وجزاء. ومن الذي زين الدنيا؟ زينها الخالق سبحانه وتعالى اختبارا وابتلاء للعالمين، وزينها أيضا الشيطان بالوسوسة لإغواء العاصين والكافرين. والحقيقة أن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة دار مقر، فاعبروها ولا تعمروها. والدنيا من الدنو، فهي المنقطعة والناقصة والهابطة والحقيرة. وجمعوا مع ذلك الاستهزاء والسخرية من أهل الإيمان، وهذا من ضعف عقولهم وقصر نظرهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. والحقيقة أن أهل الإيمان في نعيم حقيقي وإن كانوا فقراء ومساكين. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم لجالدونا عليه بالسيوف. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذا في الدنيا، فماذا عن الآخرة؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم، والذين اتقوا وخشوا ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة في المكان والمكانة، فيكون المتقون في أعلى الدرجات يتمتعون، والكفار من تحتهم في أسفل الدركات يعذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، فهنيئا لهم يسر الحساب وسهولته. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فميزان الناس يختلف عن ميزان الله عز وجل. أتدرون ما هو ميزان الله؟ إنه التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما ضحك الذين كفروا في الدنيا، ضحك الذين آمنوا في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب.
فالرزق الدنيوي ليس حكرا على أحد، هو للمؤمن والكافر، وهو من عطاء الربوبية. فالله لا يحاسب الطائع على طاعته ولا العاصي على معصيته عندما يرزق. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعطاؤه في الدنيا ليس دليل على رضاه ومحبته، فقد يعطي الكافر أكثر مما يعطي المؤمن. والله عز وجل حين يرزق لا يخاف من نفاذ ما في خزائنه، فيحتاج إلى حساب أو مراجعة. هذا ما يتعلق بالرزق الدنيوي. أما ما يتعلق برزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه، فهي للمؤمن وحده. نسأل الله العظيم أن يعطينا من رزق الدنيا ما يكفينا ولا يطغينا، وألا يحرمنا من رزق القلوب. جزاكم الله خيرا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء